رئيس الوزراء يستعرض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة ويوجه بعرض المسودة على الاجتماع القادم للجنة الوزارية للسياحة. أمام المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف مفتي الجمهورية يؤكد أن الإرهاب الأسود ناتج عن العبث بالأصول المنهجية للإسلام. وفي نشرتنا الاقتصادية، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث سبل زيادة الاستثمارات القطرية في مصر. تفاصيل الثانية، أهلا بكم. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية التي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية على الاجتماع القادم للجنة الوزارية للسياحة وتشكيل لجان العمل النوعية المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية. بدوره قال وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني إن الدراسة تستهدف صياغة إطار عمل استراتيجي للسياحة المصرية من خلال مساندة الجهود الحكومية، وذلك من أجل تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، وكذا إعداد إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها بما يتماشى مع استراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل. أكد فضيلة مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام أن الإرهاب الأسود ناتج عن التطرف الديني والعبث بالأصول المنهجية للإسلام. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعالية المؤتمر الدولي الأول لمركز السلام لدراسة التطرف، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وأشار مفتي الجمهورية إلى أن فكرة المؤتمر ترتكز على توحيد كلمة الأمة والمنظمات الدولية على نبذ التطرف، مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف استئناف الجهود لتوضيح صورة الإسلام الصحيحة. ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى ماضون بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل على درب جهاد الكلمة وعلى درب جهاد الفكر ومحاصرة التطرف والتشدد من ينابيعه الفكرية وجذوره المعرفية. فرسالة مركز سلام تعد تجسيداً للمبدأين الأساسيين الراسخين التي سارت عليهما دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها العريق، ألا وهما المؤسسية والتخصصية. فيعمل مركز سلام على تقديم مخرجات علمية مؤسسية متخصصة ورصينة ومتنوعة تسهم في دعم سياسات الدولة المصرية والعالم أجمع والمتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب والمساهمة في تحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله في المواجهة الشاملة للتطرف والإرهاب، وكذلك العمل على تجديد الخطاب الديني. تلك الرؤية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسهم بشكل فاعل في تحقيق الطفرة الحضارية الهائلة التي تشهدها مصر الحديثة. من جانبه، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن أخطر تحدي يواجه الأمة هو الاستخدام السياسي للجماعات المتطرفة لهدم الدول. جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وإن أخطر تحدٍ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لجماعات التطرف وتوظيفها في هدم بعض الدول أو إفشالها أو إضعاف قضاتها. وألخص حديثي هنا مع حضراتكم في نقطتين. أولاً، مع إيماننا الشديد بأهمية تفكيك بين الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، فإننا يجب ألا نقف عند حدود هذا التفكيك والتفنيد على أهميتهما، إنما يجب أن ندخل مع ذلك في صميم المواجهة، وهي عملية البناء والتحصين وسد الفراغات والمنافذ وتضييق الخناق على جماعات أهل الشر.
فنتحول من رد الفعل إلى الفعل، ومن مجرد المواجهة الفكرية بالتفنيد والتفكيك إلى بناء مجتمعات قوية قادرة على الصمود من خلال العناية بالنشأ والشباب والمجتمعات خاصة. وفي كلمته نيابة عن شيخ الأزهر الشريف، أكد وكيل الأزهر دكتور محمد ضويني أنه يتحتم على علماء الأمة أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الغلو والتطرف وأن يرسخوا الفكر الوسطي، وشدد على ضرورة أن يعرف الجميع أن الأوطان لها حق لا ينكر، وأن على العلماء خوض حرب الأفكار بكل قوة وبسالة، مطالبا بإعادة النظر في مضامين الرسالة الإعلامية واستبدالها بمضامين جديدة ترتكز على معالجة العنف. إن واجب الوقت يحتم على علماء الأمة أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه التصدي للغلو والتطرف بلزوم منهج الوسطية في شؤون حياتهم كلها، عقيدة وعبادة ومعاملة، فلا إفراط ولا تفريط، وأن يعرف الجميع أن الأوطان لها حق لا ينكر، وأن المواطنة الحقيقية نطق بها تاريخ الإسلام عمليا عبر دول وممالك متعاقبة، وأن على العلماء خوض حرب الأفكار بكل قوة وبسالة لتقويض أركان التطرف الذي يتخذ من العقول وخاصة عقول الشباب أرضا خصبة يبث فيها مواده السامة، وأن من الواجب الذي لا ينبغي تأخيره أن نعيد النظر في مضامين الرسالة الإعلامية واستبدالها بمضامين جديدة تركز على معالجة العنف وتعمل على تصحيح المفاهيم، وأن نصدر من التشريعات ما يضمن التصدي لوسائل الإعلام المشبوهة التي تمارس أدواراً تحريضية مدمرة تؤثر في عقول الشباب وتهدد أمن الشعوب والمجتمعات. بدوره أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة على طريق مكافحة التطرف، وشدد على أن أبرز مرتكزات مكافحة التطرف تتمثل في تجفيف منابعه الفكرية. ونحن في بداية انطلاق هذا المؤتمر، وقد شاهدنا خلال الفترة الأخيرة حجم التقدم الكبير والنجاحات المستمرة في إطار مواجهة التطرف والإرهاب في ميادين عدة، نأمل أن يمثل المؤتمر بفاعلياته ومخرجاته بداية جولة أخرى من جولات المواجهة الفكرية مع التطرف تكلل بالانتصار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. توجه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، توجه إلى مدينة بول الألمانية للمشاركة في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن يقوم شكري على هامش مشاركته في الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل. كما سيلتقي شكري عدد من كبار المسؤولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، فضلا عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى الاتفاقية. قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية السيد أحمد أنيس أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 لإطلاقه غدا في تمام 11:03 ليلا بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. وأوضح أنيس أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايلسات 201 الذي سينتهي عمره الافتراضي في عام 2028.
ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث. وأضاف أنيس أن نايلسات 301 يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في نايلسات 201. سيتوسع القمر في نطاق تغطيته إضافة إلى المناطق التي يغطيها القمر حاليا، حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض نهر النيل. أغراض عدة تنتظر إطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات 301 إلى جانب إسهامه في تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصري، لعل أبرزها تقديم خدمات الإنترنت عريضة النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية، وتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنى الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر. نشرا لرسالة إعلامية قومية شاملة، يكتسب القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 أهمية كبيرة في دعم توفير شبكة الإنترنت على مستوى جميع أنحاء الجمهورية. فالقمر الصناعي الجديد نايلسات 301 يمد خدمات الإنترنت واسع النطاق إلى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة تلك المناطق النائية التي من الضروري توفير خدمات الإنترنت في مشروعاتها الجديدة، فضلا عن مشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى حقول البترول شرق البحر المتوسط. يحقق نايلسات 301 التكامل مع القمر الصناعي المصري طيبة واحد، لتتمكن مصر بذلك من تقديم خدمة الإنترنت الفضائي عبر قمرين صناعيين بما يضمن تأمين واستمرار الخدمة. ومن شأن القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 ترسيخ تقديم ترتيب مصر في متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتشغل المرتبة الأولى إفريقياً نتيجة جهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية التي أثمرت تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بنحو 7 أضعاف. كما يسهم نايلسات 301 في دعم تطبيق مبادرة بناء مصر الرقمية بالتحول إلى مجتمع رقمي متكامل عبر إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية. كما يدعم القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 سياسات الجمهورية الجديدة في توفير أنظمة التعليم عن بعد، خاصة في أوقات انتشار الجوائح المرضية التي تستلزم تحقيق أقصى ضوابط التباعد الاجتماعي. هكذا ترتسم معالم القمر الصناعي المصري نايلسات 301 قمرا صناعي ينتمي لأحدث أنظمة الاتصالات في مجال البث التلفزيوني وأوسع نطاق لخدمة توفير شبكة المعلومات الدولية في جميع أنحاء الجمهورية. We'll be right back.
وتتواصل مهام نايل سات 301 لتصل إلى تطوير أنشطة التعليم عن بعد في مصر. والمزيد حول تلك المهمة نستعرضها في سياق التقرير التالي. في عالم أصبح للريادة الإعلامية فيه مكانة خاصة بلغت عنان الفضاء، حجزت مصر لنفسها دورا مع أصحاب الأقمار الصناعية من الدول المتقدمة. وبعد إطلاق 3 أقمار مصرية صناعية، جاء القمر الرابع الأحدث من نوعه نايلسات 301. يحمل نايلسات 301 أكثر من 20 قناة قمرية لخدمة البث التلفزيوني على الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بترددات جديدة، كما يحمل القمر المصري الجديد 10 قنوات لخدمة البث التلفزيوني على الجزء الجنوبي للقارة الإفريقية، إضافة إلى 12 قناة قمرية لخدمة البث التلفزيوني لدول منابع نهر النيل التي تشمل جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، إضافة إلى الكونغو الديمقراطية. كما يوفر نايلسات 301 تغطية احتياطية للقمر الصناعي نايلسات 201، ويوفر القمر الجديد أيضا خدمات الإنترنت عريض النطاق لأي مكان على مستوى جمهورية مصر العربية، خاصة تلك الأماكن التي كانت تعاني من ضعف شديد في شبكة الإنترنت. وتم إطلاق أول قمر صناعي مصري نايلسات 101 عام 1998 بإمكانية 12 قناة قمرية، توفر كل منها من 12 إلى 15 قناة رقمية. وفي عام 2000 تم إطلاق القمر المصري الثاني نايلسات 102 ليصبح لدى الشركة المصرية للأقمار الصناعية 24 قناة قمرية. وفي عام 2010 تم إطلاق القمر المصري الثالث نايلسات 201 بتكنولوجيا أكثر تقدماً، وفرت 26 قناة رقمية. وبعد انتهاء صلاحية القمرين 101 و102 تم نقل خدماتهما إلى القمر 201، واقتصر مجال تغطية الأقمار الثلاثة على الشرق الأوسط والخليج العربي وشمالي إفريقيا. هذا ومن المقرر أن يتوسع القمر الجديد في تغطية مناطق جديدة بالإضافة إلى الحالية، حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض نهر النيل في إطار تعميق العلاقات المصرية الإفريقية وتواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية. بعد أن أوقدت مصر شعلة التحرر من الاستعمار في القارة الإفريقية، قدمت البلاد خبراتها المتعددة لخدمة التنمية في شتى ربوع القارة، ونشرت القاهرة عبر أقمارها الصناعية نايلسات 101 و102 و201 رسالتها الإعلامية لإزكاء ثقافة السلام والتعاون والترابط في المناطق التي تقع شمال القارة. ومع انطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات 301، تمتد رسالة مصر الإعلامية إلى أنحاء أخرى من إفريقيا، تصل إلى منابع نهر النيل في جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، إضافة إلى الكونغو الديمقراطية. كما تمتد تغطية نايلسات 301 إلى الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية. ومع انتشار بث الإعلام المصري في سماوات القارة الإفريقية، يزداد ارتباط دول وشعوب القارة بأوجه التنمية التي تتميز بها مصر. فعبر قنوات نايلسات 301 تستطيع القاهرة تقديم خبراتها والتفاعل مع أقرانها في دول حوض النيل الذي يجمعهم نهر واحد، يفرض عليهم وحدة التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة. كما يوفر نايلسات 301 باقة واسعة من القنوات الفضائية للدول الإفريقية التي ترغب في بث إعلامها عليها. فمن خلال القمر الصناعي المصري الأحدث، تستطيع أي دولة إفريقية
تقع في نطاق التغطية، بث إعلامها وتعزيز ارتباط رعاياها بها. ويزيد نطاق تغطية القمر الصناعي المصري الأحدث نايلسات 301 التفاعل بين شعوب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وسط القارة وجنوبها، ليصبح نايلسات 301 وسيلة إعلامية مصرية عربية إفريقية رسالتها السلام والمحبة. أعلنت السلطات السورية أن دفاعاتها تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف مواقع بالعاصمة دمشق. وأوضحت مصادر عسكرية سورية أن العدوان الإسرائيلي كان من اتجاه الجولان المحتل، وأنه استهدف بعض المواقع جنوب مدينة دمشق دون خسائر بشرية، مؤكدا أن الدفاعات السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها. كانت إسرائيل قد شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لعدم ردها الكامل على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع لم يتم الإعلان عنها. وتشير مسودة القرار إلى دعوة طهران إلى التحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراء مزيد من التواصل لتوضيح وحل كل قضايا الضمانات العالقة دون إبطاء. ورجح عدد من الدبلوماسيين الموافقة على القرار رغم تحذيرات إيران من العواقب، وبخاصة فيما يتعلق بمفاوضات أحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو السيطرة الكاملة على المناطق السكنية في مدينة سيفرودونيتسك في شرق أوكرانيا، مؤكدا استمرار المعارك لدخول المنطقة الصناعية في المدينة والبلدات المجاورة. وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن هناك نحو 6500 جندي أوكراني استسلموا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. في المقابل قال رئيس بلدية سيفرودونيتسك ألكسندر ستريوك أن الموقف لا يزال صعبا للغاية، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على مواقعها في المدينة الواقعة بشرق البلاد ومنع تقدم القوات الروسية. وأضاف المسؤول الأوكراني أن روسيا ترسل مزيدا من القوات بهدف السيطرة على سيفرودونيتسك بالكامل. في هذه الأثناء أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية أنها بحاجة إلى 6 أشهر على الأقل لتطهير الموانئ البحرية من الألغام في حال إنهاء روسيا إغلاق هذه الموانئ. في سياق متصل قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية ارتفعت بنسبة 8% في مايو على أساس سنوي، لكن الكميات ما زالت أقل بكثير من الصادرات في الشهر نفسه من العام الماضي. ومن جانبه اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية وبيعها على حد قوله. كما أضاف بلينكن أن أزمة قطاع الحبوب متعمدة، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة ما أسماه بالابتزاز في سبيل رفع العقوبات الدولية. وفي نيويورك انسحب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من اجتماع لمجلس الأمن الدولي خلال كلمة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حول أزمة الغذاء العالمية. وقال ميشيل إن موسكو تستخدم إمدادات الغذاء كسلاح خفي ضد الدول النامية وأنها المسؤولة وحدها عن أزمة الغذاء.
بالتزامن تبدأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم أول مهمة لها بزيارة عدد من المواقع الأوكرانية في مقدمتها لفاف وخاركييف وسومي، وسيحاول أعضاء اللجنة الحصول على معلومات مباشرة عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، كما سيقوم أعضاء اللجنة بمقابلة الضحايا والشهود والمشردين داخل أوكرانيا حتى 16 من الشهر الجاري. وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى العاصمة الليتوانية فيلينسيو في زيارة تعد هي الأولى لدولة في حلف الناتو واقعة على الحدود مع روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وسيلتقي المستشار الألماني برؤساء حكومات الدول البلطيق من أجل مناقشة الأوضاع الأمنية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. كما سيقوم جولتز خلال هذه الزيارة بإجراء محادثات مع رؤساء وزراء كل من ليتوانيا واستونيا ولاتفيا. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي في جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر مجلس النواب مراسل أخبار مصر محمد شعبان. محمد، بعد التحية، مزيد من التفاصيل وما هي أهم الموضوعات التي ناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم؟ نعم، لك التحية ولمشاهدي أخبار مصر. بالفعل بعد إقرار مجلس النواب وموافقته النهائية بعد تصويت الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعريفة الجمركية، القرار رقم 218 لسنة 2022، بالفعل تم الاستعراض تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإعفاء أو مد الإعفاء من ضريبة الأطيان الزراعية لهذا القانون المعمول به منذ عام 1939. هذا القانون يفرض ضريبة بقيمة 14% على القيمة الإيجارية السنوية للفدان الواحد. هدف الحكومة من مد الإعفاء من الضريبة من دفع المزارعين لضريبة الأطيان الزراعية بالفعل هو تخفيف العبء عن كاهل المزارع المصري الذي عانى خلال الفترة الماضية من الارتفاع المتزايد والمضطرد في مدخلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج. هذا المشروع القانون بالفعل يخفف العبء عن كاهل المزارعين وأيضا يشجعهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس. هناك إشادة وإثناء خلال المداخلات التي استمعنا إليها من أعضاء مجلس النواب على هذا المشروع القانون الذي بالفعل يخفف العبء عن كاهل المزارع المصري وأيضا يشجعه على زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وعباد الشمس. معروف أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من زيت الطعام. بالفعل هناك تحول في الإنتاجية وآليات الإنتاج خلال السنوات السبع الماضية. هناك تركيز من الحكومة وأيضا من جانب وزارة الزراعة بتحول نحو إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وذلك لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة والحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي يوجه إلى استيراد مصنعات هذه المحاصيل الاستراتيجية من الخارج. هناك ثناء من جانب النواب بأن مد الإعفاء من المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية بالفعل هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تخفيف العبء عن كاهل المزارع المصري وتشجيعه على إنتاج المزيد من المحاصيل الاستراتيجية التي نحتاجها خاصة بعد التداعيات الخطيرة للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وأيضا ما يؤثر على الاقتصاد المصري. هذه رؤية بالفعل للحكومة لتخفيف العبء عن المزارع المصري وأيضا لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية في مصر. إليك تفضلي. أشكرك شكرا جزيلا مراسل أخبار مصر محمد شعبان، كنت معنا من مقر مجلس النواب.
وعودة مشاهدينا الكرام للخبر الأبرز في هذه النشرة، وهي الاستعدادات الجارية لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 غدا بإذن الله تعالى. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ولاية فلوريدا الأمريكية مراسل أخبار مصر محمد عبد الله. محمد، هل لك أن تضعنا في الاستعدادات النهائية واللمسات النهائية لإطلاق هذا القمر الصناعي الذي تتطلع أعين المصريين غدا بإذن الله تعالى لإطلاقه؟ نعم، بالفعل تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بإطلاق القمر الصناعي المصري 301 من قبل شركة سبيس اس اكس الأمريكية. هذه الاستعدادات بدأت قبل 3 أيام من عملية الإطلاق. تم تزويد القمر بالوقود، وأيضا تم إجراء الاختبارات اللوجستية على القمر، ومن ثم تم وضع القمر على صاروخ فالكون 9 استعدادا لإطلاقه غدا قبل عملية الإطلاق التي ستبدأ في 11:04 بتوقيت القاهرة. ستبدأ الاستعدادات في 10:30 بالدقيقة بتوقيت القاهرة استعدادا لعملية إطلاق القمر الصناعي المصري 301، على أن تبدأ عملية الإطلاق تحرك الصاروخ من الحظيرة حاملة القمر المصري، ومن ثم حمل الصاروخ وضعه في مكان الإطلاق استعدادا لعمليات الإطلاق مرة استعدادا لعملية الإطلاق في 11:04. العمليات أو الاستعدادات كانت بدأت قبل هذا التوقيت منذ أن تحرك القمر المصري 28/4 من فرنسا بعد تصنيعه من شركة تلس الفرنسية، وتم نقله 28/4 ووصل إلى قاعدة تيب كارنفال في 14/5، ومنذ هذا التوقيت بيتم عمل الاستعدادات والتجهيزات لهذا القمر. الصاروخ فالكون 9 بلوك 5 هو الصاروخ الأهم لدى شركة سبيس إكس. هذا الصاروخ حقق رقما قياسيا بقيامه بعمل 100 طلعة إلى الفضاء حاملا أقمارا صناعية إلى مدارات مختلفة حول الأرض. نسبة النجاح 100%، نسبة الفشل 0%، ومن ثم هو الصاروخ الأوفر حظا لدى سبيس إكس. هذا صاروخ طوله يبلغ 70 مترا، ويتكون من طابقين، الطابق الأول والطابق الثاني. الطابق الأول يدفع الصاروخ إلى في المرحلة الأولى وينفصل قبل أن يتم يقوم الطابق الثاني ب القيام ببقية الرحلة لفصل المركبة أو فصل النايلسات 301 عن الصاروخ. هذه العملية ستخرج 8 دقائق تقريبا 8 دقائق، لكن عملية الإطلاق والتجهيزات كلها سوف تستغرق 2 ساعات حتى يصل الصاروخ إلى مداره ويتم التعامل معه لوصوله إلى مداره المؤقت، ومن ثم انتقاله إلى مدار 7 غرب، المدار الذي تقوم مصر بإرسال بث صور أقمارها المختلفة نايلسات 301. من ثم نحن نترقب غدا إن شاء الله هذه عملية الإطلاق، هذه مرحلة جديدة من مراحل الهامة التي تمر بها شركة نايلسات المصرية، وأيضا مصر بصعودها من جديد إلى الفضاء. هذا الصاروخ هو الأهم في تاريخ النايلسات لأنه به إمكانيات عالية للغاية، وهو يساوي 3 أقمار صناعية مشابهة له، ومن ثم له أبعاد أيضا استراتيجية للدولة المصرية تتعلق بالبعد الإفريقي. هذا الصاروخ يغطي جنوب لأول مرة جنوب القارة الإفريقية والأهم دول حوض النيل، ومن ثم هناك توازي في أو تحرك متوازي في السياسة الخارجية المصرية وتوجه الدولة نحو إفريقيا، بيترجمه هذا القمر بالتواصل حضريا وثقافيا مع شعوب القارة الإفريقية. نحن في مرحلة جديدة هامة للغاية في تاريخ الأقمار الصناعية المصرية، يكللها إن شاء الله صعود 301 إلى الفضاء واستقبال أول رسالة منه بعد 32 دقيقة ل 38 دقيقة بعد عملية الإطلاق من قاعدة كاب كارنفال التي هي خلفي الآن. نعم محمد عبد الله، وهذا الحدث الكبير الذي نتابعه بإذن الله غدا سيكون ربما هو الملمح الرئيسي الكبير في الجمهورية الجديدة التي نرنو جميعا إليها. شكرا لك محمد عبد الله، كنت معنا من ولاية فلوريدا الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل العام المائي الحالي والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، تابعت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الري دكتور محمد عبد العاطي الموقف المائي بمختلف إدارات الري والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسبة الآمنة بالترعي والمصارف والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات. يذكر أن أجهزة وزارة الري تتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي وبحث سيناريوهات مختلفة للفيضان المقبل. بحث المهندس كامل الوزير وزير النقل وسفير إيطاليا بالقاهرة ميشيل كوراوني مع مسؤولي شركة ميرميك الإيطالية المتخصصة في قطاع السكك الحديدية بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال السكك الحديدية. أكد وزير النقل أن هناك مجال مهم جدا للتعاون المشترك وهو تنفيذ التذكرة الموحدة الإيطالية بالتعاون مع الجانب المصري. ومن جانبه أفاد السفير الإيطالي بإنشاء خط للمنتجات الزراعية بين ميناء تيربيستي الإيطالي وميناء الإسكندرية، وشدد الوزير على أهمية هذا الخط أيضا في ضوء توافر جميع العناصر اللازمة لتنفيذه بالوضع في الاعتبار خطة مصر لاستعادة الأسطول التجاري المصري ودعمه بسفن جديدة. النشرة الاقتصادية، أهلا بكم. ارتفعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم مدعومة بعمليات الشراء من جانب المستثمرين المحليين والأفراد الأجانب، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 3% ليصل إلى مستوى 10014 نقطة. كما ارتفع المؤشران EGX70AWI و EGX100 بنحو 1% و 0.9% على التوالي. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب الشيخ خليفة بن جاسم الثاني رئيس هيئة غرفة التجارة والصناعة القطرية وعددا من أعضاء الغرفة، وذلك لبحث سبل زيادة الاستثمارات القطرية في مصر. وقدم المستشار محمد عبد الوهاب لأعضاء الغرفة عرضا تفصيليا لخريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 2600 فرصة استثمارية. وشهد اللقاء أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو إيجابية. من جانبه أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية اهتمام المستثمرين القطريين بدراسة أنسب الفرص لتوجيه استثماراتهم إلى مصر، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والأزمات العالمية الحالية، معربا عن جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين. أكد الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الدفاعية. جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة راين ميتل الإيطالية المتخصصة في الصناعات العسكرية الدفاعية. أهداف متنوعة تسعى الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذها على أعلى مستوى. توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف الصناعات وزيادة المكون المحلي احتلت صدارة المناقشات بين الهيئة وشركة راني ميتال الإيطالية إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. الشركة هي منتجة للأنظمة الدفاعية ومنها أنظمة موجودة داخل جمهورية مصر العربية، والبروتوكول النهاردة تم توقيعه بهدف توطين صناعة النظم الدفاعية في مصر ونقل التكنولوجي. طبعا الصناعات العسكرية صناعات دقيقة والتكنولوجي بتاعتها تكنولوجي عالية، والحقيقة في تعاون كبير بين الهيئة وبين الشركة، والبروتوكول ده نتيجة فترة طويلة احنا بنتباحث في هذا الامر وبنتناقش فيه، وتم الاتفاق فعليا على الموافقة على توطين الصناعة والتصنيع المشترك لصالح احتياجات المنطقة العربية كلها. وأسفرت المناقشات عن توقيع بروتوكول تعاون يتضمن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة في صناعات الدفاع المتطورة.
هو يوم مهم للغاية، نتطلع لتعزيز التعاون بشكل كبير مع الهيئة العربية للتصنيع عبر هذا البروتوكول. فالمستجدات الدولية خاصة الحرب بين روسيا وأوكرانيا زادت من أهمية الصناعات الدفاعية، ولدينا خبرة قوية في هذه التخصصات، نسعى لنقلها للهيئة العربية للتصنيع وزيادة التعاون بيننا لتوطين التكنولوجيا في مصر. وتسابق الهيئة العربية الزمن في الدخول لمختلف التخصصات ليكون تأسيس الشركة العربية الإفريقية للدواء أحدث إنجازاتها، وتشارك بقوة في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول. وهي الأول مرة تشترك في معرض من المعارض الطبية، وإن شاء الله تعالى هيكون الاشتراك مميز، والحقيقة هو شركة متأسسة على أسس صحيحة وأسس سليمة ومطابقة ومتوائمة تماما مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. زيارات ونجاحات ترسخ لعمل مضني على مدار الساعة لتمثل الهيئة العربية نموذجا يحتذى في التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة. حماد العربي، التلفزيون المصري. ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما أمام الدولار. وهبط الين إلى 133 ين مقابل الدولار، ومستوى كان من قبل يلقى الضوء عليه باعتباره مستوى يحتم التدخل، وذلك بعد يوم من تأكيد محافظ بنك اليابان المركزي مجددا على التزامه الكامل بتحفيز نقدي قوي. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات رئيسية منها الين بما يصل إلى 4%، مواصلا الارتفاع الذي بلغ 26%، ومسجلا أعلى مستوياته منذ 23 مايو الماضي. تراجعت الأسهم الأوروبية مع تبدد التفاؤل بشأن إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجيا، وقلق المستثمرون من أثر التشديد الكبير في السياسة النقدية على نمو الاقتصاد العالمي. ورفع بنك أستراليا المركزي الفائدة بأعلى نسبة في نحو 22 عاما، وأشار إلى المزيد من التشديد في الفترة المقبلة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبيانات التضخم الأمريكية. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 4%، هذا وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الانخفاض، حيث تراجع القطاع بنحو 7%، متبعا خطي أسهم التكنولوجيا الأمريكية. ارتفعت أسعار النفط العالمية بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين، مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا. وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنحو 6%، لتصل إلى 120 دولار و27 سنتا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7%، لتصل إلى 119 دولار و33 سنتا للبرميل. ختام الثانية إلى أبرز العناوين. رئيس الوزراء يستعرض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة، ويوجه بعرض المسودة على الاجتماع القادم للجنة الوزارية للسياحة. أمام المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، مفتي الجمهورية يؤكد أن الإرهاب الأسود ناتج عن العبث بالأصول المنهجية للإسلام. وللمزيد ماسبيرو.جي. شكرا لطيف المتابعة، دائما إلى اللقاء. إلى اللقاء.